ولك أهلا وسهلا فيكم بـ Just Chill episode 1400. اليوم معنا أدي إيه الكوهوس تبعولة أدي إيه ده الكوهوس تبعولة وفي معنا بلوت وراء بلوت شوي ما بعرف شو صاير معه لحتى حطت هالعوينات عنده بينك آي ضربة الشمس بوجه حنتخطى الموضوع صح بس انه كيف حاسس ايش عم نيح منيح ايش عم نيح بس ايش عم نيح كيف كون ان شاء الله تكونوا كلكم منيح اليوم حنحكي بمواضيع خاصة بالأنوثة والرجولية femininity وmasculinity و بدنا نخلي جوجل translate on hand لحتى نترجم الأفكار من الإنجليزي لأنكم ما بتفهموا إنجليزي للعربي اللي عم بمزح فهيك منخبركم ونحن اليوم مش بالبيت مثل ما شايفين حبينا نغير وإن شاء الله تحبوا إيه ما أنا هيدا اللي حبيته إنه الضوء كان عم يعني عم يعطي إضوية وخبريات وخبار في موضوع اقترحه أدونيس نحكي فيه خاصه بطريقة المحبة أو الحب اللي بيعطيها الرجال للمرأة وأنه هي authentic شو يعني authentic look it up 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 أنه هي حقيقية أكتر برأيه من طريقة المحبة أو الحب اللي بتعطيها المرأة أصلي أصلي بعطوك أصلي إيه أنه أو حقيقي حقيقي اوكي يلا اي ويل باس ذا مايك انا وادونيس رح نشير مايك واحد و بلوت رح يستخدم المايك تبعه مسيطر على مايك لحاله تفضل بدك بلش لك لا يعني شو رايك انت شو اول شيء عن شو حتحكي وشو رايك اوكي سو شفته لهالفيديو وكده كده شو بك شفت هالفيديو و I agreed لأنه basically what they say is إنه men love more authentically than women يعني نحنا منحب يعني حبنا غير يعني نحنا for example أنتوا بتحبوا the idea of love يا fairy tales هديلي إيدي ظهرني عمل كذا سويلي that's what you love about love نحنا when we fall in love ما بننبسط يعني أول ما أعرف حالي أنا صرت إن love والكسة اختبروا كان هوا صح ولا شو يعني نحن عارفين مش إنه نحن yes I'm in love لا يا الله شو حصير هذا it's like oh hey, we're shit hey, oh shit أكلنا oh shit here we go again here we go again أكلنا هوا no really ولا لأنه نحن بس when we love we sacrifice كل يعني كل شيء فينا we sacrifice ما تطلع ما تستفزين إذا شيء استفزازية it's true though لأنه يعني nothing is for everyone بس انه mostly man we sacrifice more نعطي اكتر بكتير يعني حب و time و effort و money we're two against one عرفت كيف يعني نحنا بس نحكي نقول يي شو يعني قدي كانت يي قدي كانت مبسوطة لانه عملت لها هيك يي شو انبسطنا هيدا انتو يي اشتري لي whatever وعمل لي شو اسمه عرفتي نحنا يعني انتو you're like شو عم بيعمل لي شو عم بيسوي لي نحنا انتو شو عم بتعملنا ونحنا شو عم نعمل لكم سلك شو رأيك انت بالنقطة؟ أنا what I personally يعني think is there's like عربي عمو عفوا لا فيك تحكي انجلش بس انك اترجم على العربي ترجم للعربي بليز كان لدي كلب صغير تفضل ابتدأ في مثل نظرية ريتا من فترة قريبة على هذا الموضوع بمعنى انه ليش women are more prone to cheat اوكي فكانت هيدي النظريه شو بتقول ايه لانه بالسبكونشس تبع الفيميل لا وعي throughout the years يعني billions of years شو كان كان يصير حروب ففي هيدي الحروب لما when men take over another village or country شو بيصير men are killed women are taken raped and they are raped صح they are راح والله هيك بصير شو بعرفنا too late المهم they are taken advantage of بكل الطرق حبيت throughout the years they got this يعني مثل غريزة انه they adapt to what's going on لأنه it's either they die or they live and take what's happening ف ما أنا بحسها survive يعني بحسها logical لأنه men die in war
ويعني the women live on. Women live on. ليش؟ لأنه بطبيعة الإنسان أصلاً دائماً بيجنح لأنه يعيش to pass on his DNA or her DNA. فدائماً بيجنح لأنه يعيش. عشان هيك عندنا fight or flight. ف بس you agree نحن when we fall in love بتأير معنا عشان نكس الحياة لي هلا. أكيد 100% لأنه دغري بيروح رأسنا على النيجاتيف إنه شو حيصير شو حيصير فينا نحن شو حيصير هلا in a lot of situations نحن منحس إنه شو عم بيصير شو عم شو لهيك عم بحس شو عم تعرف كيف شو عم فكر شو عم تفكر شو عم نعمل عرفت كيف لوين رايحين إنه شو حيصير هلا إيه شو أنت شو رأيك بطبع هاي الأوثنتيسيتي أنا بحس إنه الدراسة تكون عن males versus females is inherently wrong because I think what I heard من اثنيناتكم اللي سمعته أكتر هو إنه هيدي ردة الفعل بتجي من حدا مجروح فهو إذا بنت أو شاب إذا حدا مجروح أول رياكشن حتكون للحب هو إنه واو بليز لا not this again بينما إذا الشخص ما صاير معه شيء ما منيح بالحب حيكون مبسوط whether شاب أو بنت والشغلة التانية اللي قلت علقته عليها اللي هي إنه بتكون مثلاً عم تفكر إنه شو عم تفكر شو عم تعمل مدري شو هيدا بتجي من قلة معرفة يعني هو بالمطلق الرجال بيقدر يفهم المرأة أقل من ما المرأة بتفهم الرجال يعني بتلاقوا مثلاً في كتير شباب بيقولوا قالت هيك بس كان قصدها هيك بس تقول هيك قصدها هيك اوكي فانا برايي هو الشغلتين غير الجندر انا ما عم بقول انه كليا الجندر مش مزبوطة بس انه برايي في غير اشياء عم يلعبوا دور بهذا الموضوع اللي هو انه تراما A and B قدره الواحد انه يكون فهمان يكون بيعرف المره كيف بتفكر او بلا 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 بس ما هو اذا هو كان منه مجروح صح يعني هو ما عنده اكسبيرينس اذا هو ما كان عنده اكسبيرينس يعني حتفقص معه لو كان اول مره صح عرفت كيف وانا شايفهم هول شايفهم لهول الاكزامبلز يعني في كتير اشخاص صغار العمر جايين سائلين انه عرفت كيف ودائما الرياكشن تبعهم لاول مره بحبه هو انه شيت عرفت كيف شو عم بيصير عرفت كيف بس في فرق بين شو عم بيصير مع هابي او شو عم بيصير مع عتلان هم وخوف I've never seen خليني اشرح لك لاي مش انسى التراما والجرح ما عم بحكي عن هيك قولي يا اختي زي قولي my last relationship قولي my last relationship we broke up عادي ما كان في تراما عادي انه whatever when I fall in love again ما حانبسط لانه انا بعرف شو بعمل when I'm in love يعني ما خاص يعني فيها تكون I have the happiest relationships وما في شيء toxicity with my exes بس when I fall in love again I know هلا حفوت بفايز where I'm gonna be in love حبلش أعطي كل شيء كل شيء بقلبي كل حبلش to give everything I have this feeling of giving وما بتعرفي شو رح يصير هونيك بهديك الآن this is the feeling that we don't like okay. انت فهمت علي the unknown بس انتو so it's a control thing هيدا اللي كان بتقوله بلا بلا it's your fear of losing control because when you're in love Yes. أنا عم بحكي عن أنا قديم بدي أقدم لك شخص كنترول قلب اثنيناته شغلة اللي هي unknown شو يعني unknown يعني you don't have control يعني you don't know what's gonna happen كلمة control ما ضروري تكون شيء ممنيح أنا خايفين من شو أنا عم بعطيك قدي عم بعطيك أنت خايفين تكون عاطي وما توصل لنتيجة إيه بس ما أنا عم فكر بأنه هلأ عارف أنا قدي حعاطي regardless of إذا هي worth it مش وين أنا when I'm in love حعاطي هالقد صح فأنت اللي مخوفك أنه أنت بس تحب You lose control. You're so in love. You love. You give so much. Yes. You get what I mean? ما قصدي ما قصدي control شيء مش منيح. لا أنا فكرت control قصدي of the relationship. إيه لا لا. قصدي control بحالنا. صح. إيه هيك أنا. هيدا اللي قصدي. بس أنا فيني يكون بس أنا فيني يكون مني عارف بس إن يعني في ما في يكون. مش ما it's impossible. آه 100% ما بتيجي تعرف. كملك أكيد. لأن أنا هلا مثلا أنا هلا بعطي وهذا بس إنه I think I'm in control. بس بالآخر. بس يا بسير فكرة على سنة بعض كنترول عم فكر إنه لازم أنا أعمل هيك. ما من الأساسي يعني ما من الأسباب الأساسية. كنترول. يعني أنا. أنا أبدا مش هيك قصدي أنا ما قصدي إنه أنتوا بدكم تكونوا مسيطرين أنا قصدي. ما بعرف شو قصدي أنا ما إيه أنت هلأ فهمت شو قصدي وأنت كمان بس كنت عم تحكي هلأ هيدا الجملة هي أكيد أنتوا وموضوع السيطرة ما بيخطر على البال بس هو أنت بتعرف إنه أنت بس تحب. منك مسيطر على حالك شو عم تعمل شو عم بتقدم فهيدا اللي بيسبب خوف عرفتوا انه بتخافوا انه شو عم بيصير فجاه هيك شو عم بيصير هي انه وبحس انه الواحد ما بيكون جاهز كمان يعني الواحد منه مجهز انه لينغرم فجاه بينغرم
بيقولكم شو صار. بس هيدي عن كل العالم. صح. الأرو كنترول هيدي عن كل العالم. Absolutely. But I think الشاب بتأثر عليه أكثر من البنت. مثل ما قلتوا مثل ما قلتوا لأنه البنت معودة إنه هي معود ما هي ما هي بتفوت بال بتفوت بالإنه out of control بس ما هي براسة on the subconscious بتقول لحالها إنه ما هو ال in control. فهمت كيف؟ بينما أنتوا عارفين انه هو at the end of the day عليكم بتفكروا انه مثلا عليكم المسؤوليه or whatever لانه الـ 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 يعني الرجال هو اللي بياخذ الانيشيتيف هو اللي بياخذ القرارات والاكشنز صح بالعلاقه وبالحياه صح يعني واذا ما اخذ هو الاكشنز والقرارات بالحياه حيبين انه هو ما عم يعمل الرول تبعه he lost the masculine side of himself ايه ايه شفت كيف يعني الايروني انه اللي عم تحكوا عنه بالضبط هو اكزاكتلي اللي بيفرق الطاقه الانوثيه الانوثيه او ما بعرف شو هي الكلمه عن الطاقه الرجوليه بدل الذكوريه حقول لانه هي الطاقه الرجوليه هي انه انا موجود انا ححبك لو انت ما حبيتيني انا حاعطي لو انت ما اعطيتي انا كتير واثق من نفسي ومن قدراتي انه انا عم بعطي لاعطي مش لاخذ ما هو في شغله صايره بموضوع يعني ذكر وانثى ومراه ورجل في في مسكونسبشن كبير صاير بهول الاربع كلمات يلي هن يعني العالم بتفكر بغلطوا فيهم انه هن ضد بعض او انه هن صح شيء احسن من شيء لا هن يعني انت ما ضروري يعني اذا انت انثى مره هو منصب مهم اكيد بس انت بس انثى هو هو هذا العادي يعني الطبيعي بس انه ما عم تاخذي الدور اللي انت بدك تلبسيه صح واذا انت ذكر بس منك رجال ما عم تاخذ الرول تبعك حبيت الفرق يعني انت مره بس منك انثى العالم شو بتعمل بيقولوا للانثى بدل ما يقولوا له مراه بيقولوا له هاي الانثى رجل عرفت شو بيعملوا بيقولوا لهاي الانثى اذا انت عم تعمل شيء مهم بالحياه او دور قوي بيعطوها لقب رجل لا اعطيها لقب مراه فهمتك عرفت كيف؟ yes. ما دورة هي مهم هي اسمها مهم لقبها مهم ليش عم تعطيها انه لا اذا هي عملت شيء بعطيها بسميها رجال واو واو كتير حبيت هالشي لانه في فريز بيقولوها بالعربي اخت رجال 100% اوكي ليه؟ مظبوط بيقولوها بس تتربى قول مثلا one sister four brothers تطلع more masculine يمكن more انه لانه مربيه بيقولوا هالشي اخت رجال بنت رجال انه هي يابا part of the bros لا نحن لازم ندرج انه هيدي الانثى هيدي مرة most attractive thing اصلا هيك مرة وبالمصاري ما تنشغل روح هاي ماي سونج والله بتخيل صار جرب اتذكر الكلمات انا مره هو الشو الغنية هي عاملتها من خمس سنين وما عم تتذكرها ما تخطى كنت علي عن شغلة انه في كتير ناس بيفكروا انه رجولية هي السيطرة على فكرة هاي السيطرة اللي عم نحكي عنها هلأ غير فقدان السيطرة اللي كنا عم نحكي عنها قبل شوي هلأ الكنترول اللي انت كنت عم تقول لي فكرتني عم بحكي عنها في كتير ناس بيفكروا انه رجال يعني مسيطر رجال يعني سيطرة رجال يعني مرجلة رجال يعني كلمته ما بتصير اثنين انه هو انه شيء طف شيء ما صح بشكلك كلمته ما بتصير اثنين هيك كلمته ما بتصير اثنين بس هو الرجولية الحقيقية اوكي هي مثل ما انتم كنتوا عم تحكوا هي اللي ببين بالحب تبعكم اللي انا على فكرة بآمن انه من زمان من الرجال هن كانوا the example أكيد. of love and what love is supposed to be like and honor الشرف الحقيقي وهي الرجولية الحقيقية انه العطاء العطاء اللا متناهي يعني you're so big and vast that you can keep on giving وما بتحس انك عطيت اصلا ما خسرت شيء عم تعطي قد ما عندك تعطي قد ما فيك تعطي مش انه انا ناطر لأيي صار لي سنتين عم بدفع انا على العشاء شو هي بتعطيني مثلا بدي احكي شيء هيك ما عرف تخصصه عم بس بس احكي عن عن بس يكون هلا I'm gonna speak about the man the good man who love أكيد وهارد مش إنه الشيتو أكيد أكيد شفت استات إنه بس يصير في ديفورس بود جود يعني مش إنه ديفورس إنه هذا شيت just divorce whatever نحنا عشوائي المان عم بحكي هلا عم بحكي شوية عرب أكتر
عشوائي مستحيل نرجع نتجوز. لا لا مش عشوائي أكيد. مستحيل نرجع نتجوز. لا لا بيتجوزوا بس انه بس ما بتطلع ما it's not the same it's different خلص. بس بس هونيك البنت she gets over it قولي after whatever وبتتجوز وبس تتجوز ترجع بتكون انه عن جد she's in love again. عرفت؟ يعني نحن انا مثلا ما بشوف حالي بتجوز ما برجع بتجوز بحياتي يعني إيه مثل ما it goes back to انا حضل اعطي حتى لو انت ما بتحبيني انا حضل يعني imagine يعني بس why بدك to have to go 100 years back لتعرف لا it's ما هو هذا هذه النظريه اللي انا بقولها انه ليش انه المره بتقدر she can move on عرفت كيف خلص عملت عائله راحت صار مشكله whatever شو ما صار صار فيها بتقدر عندها القدرة ترجع تبلش من أول وجديد وتعمل وتحس من أول وجديد والإكسبرينس من أول وجديد الرجال خلص بيعلق بهيديك المرحلة لأنه وإذا قدر يعيش مع حدا تاني يعني بيضله هو من جوا عايش بهوليك الميموريز وعم يطلب هيداك الشيء لأنه فقده وحتى لو رجع باي ذا واي لا لا لأقول لك شغلة لو رجع للمرأة اللي كان معها بالأول وكان صاير معها القصص بتبطل ذا سيم صح. The moment she leaves and comes back, خلاص it's over, it's different. ما حيحس بنفس الطعم اللي كان يحسه بالأول. في كتير أشياء قلتوها وكتير أفكار بدي أحكي فيها. أول شيء بحس إنه المرأة عندها القدرة مثل ما عم بتقولوا. هلا بحس إنه الاثنين عندهم القدرة بس أكيد المرأة أكتر مثل ما عم تقولوا. هيدا الشيء بيرجع على again like the mental capacity القدرة الذهنية عند الإنسان هاي بس هيدا أنت عم تحكي عن الحب إنه هي انغرمت مرة تانية بس في منهم بيرجعوا بيتجوزوا إنه بس كرمال إنه يكون في حدا is providing يعني إيه إنه لأنه ما يعني لا وهو أريح للمرة تكون مجوزة يمكن إنه عارف especially إذا طلعت بس من ناحية الحب إنه الواحد ينغرم أكثر من I do believe I'm one of those people who can fall in love and each time it would be different. مش انه بقول يي لا اشتقت لهيداك لا بس هيدي الشغله ما كان عندي اياها كل حياتي هالقدره ما كنت امن اصلا انه هي موجوده بالحياه يعني كنت فكر this is an impossibility love comes once I don't believe that anymore because I've experienced it واخذني كثير شغل ذهني كثير قراءه وتوسيع قدرات وتمرين لأنه الموضوع كله بيرجع لشو الشيء اللي أنت قلته الذكريات. And when you're in the when you're in the moment you're gonna think إنه أنا مستحيل أرجع to fall in love كل هيك أنا my first ex هيك حصل to ask how I'm gonna fall in love again وهلا إذا مثلا whatever happens I'm gonna think the same way but like you said it is possible بس it just بس تكون أنت جاهزة نفسيا like you're just gonna know وبعدها شغل يعني أنا تركت 2019 four years أو five years عم بشتغل حالي ها imagine how much time it takes صح وانا عن جد نسيت شو كنت حقول ايه انا بآمن انه كل حب بيكون اقوى من اللي قبله وغير عن اللي قبله وحب قد اللي قبله اذا كان حب مش اذا ما كان حب وغير هيك انا نرجع موضوع الذكريات موضوع ذكريات كثير مهم بدي اقول شغلتين ايه انا عن جد اي بليف انا في مره كتبت كوت من شي شهرين ثلاثه اللي هو انه الحفظ سر الحفاظ اوكي يعني memorization is the secret to preservation و I really believe انه if you don't memorize a person you don't love them عرفت هلا بالنسبه لل you memorize their details كيف بيحكي شو اللي شو بحبه ايه اذا انت ما بتحفظه لادونيس انت ما حب فيك تتخطب بنفس النهار فهمت عليه هو الحفظ شو اللي بجيب هذا الحفظ اللي بجيب هذا الحفظ هو الفريكوينت التعود يعني التعود ودقه الملاحظه انا يمكن اقعد معه لشخص مره واحده بس انا I'm vigilant انا بلاحظ انا بنتبه انا ما بنسى مثلا مشان هيك القصص والويل اكيد مشان هيك القصص يلي بيحكوها يمكن ما تكون حقيقيه يمكن تكون حقيقيه ما بنعرف انه يعني the way some scientist or whatever sees it انه بالستون ايج بشوف وحدة عجبته بفقع راسها بالخشبة بجرع على الكيف بتفيق تلاقي حالة حبلة أول شيء تعايب تصرف شوي بعد شوي بتاني نهار بجيب لها أكل تلات نهار ما بعرف شو بحس صح هذا عم بعاملني منيح العمى هذا بيجي عليهم أسد أو وات بيقتله
يي هذا عم يحميني صح. بتقوم شو بتلاحظ انه ليك عم بيعاملني منيح وهذا ليش انا بدي عم ضلني خانقه وهذا صح. بصير شوي شوي بصير في تعود صح. واصلا بقيت هيدي القصه لفتره طويله يعني مش بس نحكي عن الاسطوانه بعد هلا ما بعرف هلا انه كيف صار في فيلم حضرني حدا من كم مش من زمان هيك قصته هيك بيختفى بحطها شيء تركي يمكن ما لا اسبانيش او شيء until she falls in love 100% حاضر هذا بعرف شو اسمه؟ دائماً بشوفه بشوفه نوع من المسلسلات التركية أكتر شيء بيخطفها من شي ضيعة وبزتها ببيت هيك قال له ما قاله شباك وما بعرف شو وبتصير بيقول له لأنه بيكون مترجم على السوري شو أحلى لون كلسات عندك أميرة عرفتي لون بيروح على هي ما عرف ثاني بيجي تنهار جايب له 50 كلسات من نفس اللون اللي يرد فانه 100% انه هو انه بس تحفظه للإنسان انت عن جد بتحبه أو ما بتنسى شي بس الذكريات هو أصعب شيء بالعالم وأنا بنصح أنا قاري كتاب اسمه ميموري أو ما بعرف تتذكر شو اسمه هو كاتبه فيلسوف an incredible book philosophers كتير بيحكوا عن عن موضوع الميموريز أوكي لأنه نحنا هو الحقيقة هلأ اللي نحنا عايشين فيها هي بس عبارة عن ذكرياتنا نحنا مين؟ نحنا عبارة بس نحنا شو بنعرف عن حالنا أنا مين؟ أدونيس مين؟ بلوت مين؟ هي عبارة بس عن اللي منتذكره عن حالنا That's it هيدا هو الرياليتي اللي نحن منعيش فيه consciousness يعني Absolutely it's all memories that was a thing that I studied Are you kidding me? Like are you kidding me? بدل ريموت تفضل لبرا فالسر ليتخطى الواحد حدا هو يقرأ عن كيف الدماغ بيحتفظ وبيدب الذكريات وكيف منغيرهم انت فيك هو دماغنا على فكره بس تقرر انه بدي بدل هاي هلا هو الميموريز بدي شيلها واعمل مجال بدماغي لميموريز تانية هو فعلا هيك بيصير بالدماغ بس في اشياء كور ميموريز في اشياء انه شوي سطحيه اكثر لك بتختلف صح بتختلف لانه انا بالنسبه لي yes. نظرا لانه انا قد ايه بنسى بحس انا كل مره برجع بشوف شو عم حس تجاه الموضوع وبعيشه ايه شفت كيف؟ عرفت كيف؟ يعني انت بس تقرر انه انا ما بقى بدي اتذكر وانا هلأ اليوم ما بدي اتذكر بقى وبدي اعمل مجال واخلق ذكريات جداد بس يصير عندك اناف من الذكريات الجداد فعلا بياخدوا مطرح لقدام عرفت هو عن جد هو الدماغ هيك بيشتغل يعني اذا انتم مش قاريين تطلعوا على الموضوع فاذا انتم معلقين على شيء بالماضي especially اذا عندكم ذكريات غير بدماغكم مثلا صور فيديوهات كلسيتات ما بعرف شو عوينتات بلاطنين جمع كلسات جمع عوينتات فانه انتم بتكون تاخذوا قرار اوكي انا هو الذكريات is it serving me عم بيفيدوني شيء اليوم لا اوكي انا بدي اشيلهم بس انا حقلك شو في ناس ليش they cling on the memories لانه لا مش بس هيك بصير عندهم ادمان على الكيميكال اللي بيفرز الدماغ لما بحس بهيدا الوجع النفسي صح بصير عندهم ادمان عليه لهذا الكيميكال فمشان هيك بصير لما واو. ما يكون حاسس شيء انه انا ما عم حب حدا او انا ما حاسس بشيء بفوت طب اوكي بشوف هالصوره او بشوف هالفيديو او بشوف هالميموري فبحس بشيء انه انا يلا عندي حدا فاقده بيطلع هذا الكيميكال ما نحن شو المشاعر على فكرة هي كيميكالز عم ينفرزها بالدماغ هي على قد هيك ما في شيء يعني ولا وفكروا فيها ليش اولكم فيسبوك وانستا ولك حتى اونلي فانز هلا أيوة. صار بحط لك ميموري قال ايوه ليه ليشغل هيدا الخريه من قبل هالشيء اذا بتقرا بالكتب القديمه تبع هاو تو سيل اني ثينج كل السيلز بتصير على الفيلينجز صح لما عندك برودكت وانت بدك تبيعه بدك تحسسه للي بدك تشريه انه في ايموشنال كونكشن بينه وبين البرودكت صح انسى يوتيليتي اتس بس يوتيليتي از يوسفولنس يعني اي نيد تو يوز ات بينما هن صاروا ايموشن اللي قصدك انا بحاجه لهالشيء بخليك تحس بهذا الشعور مش بس بحاجه انه لانه كمان مثلا هلا في هيدي مثلا اذا لما بتشمي ريحه شممتيها انت وصغيره صح هيدي شو بصير هي ايموشنال بتبيع لحالها في كتير برودكت شو بيعملوا بنزلون فتره على السوق واصلا هن بيوقفون صح تاني يرز ليتر ما مشكله ما عندهم مشكله بيعملوا شيء تاني بالحياه تاني يرز ليتر بيطلعوه هلا بصير انت انه
ذكرتني ايه أيوة. على قد هيك حتى بالموسيقى هلا هيك عم يعملوا كل الموسيقى هلا اللي عم تسمعوها فوتوا على فيرجن راديو هلا حطوا فيرجن راديو بتسمعوا ريسايكلد بيتس من 10 سنين اتس سو بورينج خلص يعني قد ما في كرييتيف ما في كرييتيف شيلها من تمه ما في بعده لهلا ذا بيست ميوزك بيقولوا من 20 من 2008 ل 2011 علقنا بهالفتره هالفتره بعدنا انا بعدنا على الان 1999 لا شيز اولد يو اولدست فاك انت ناين لا بس يعني هلا بس تروح على الكلبات انا بحب اغاني مين ايكون whatever how كلهم 2000 ايكون 2000s early 2000s لهلا بعد لهلا بس بدي اسمع هالاغاني ما بدي شيء جديد كل ما تسمع شيء جديد حتى ما بدي اسمع ما بدي لو منيح ما بدي اعرف شو في لكم شيء انا من انا وصغيره وبعتقد نحن الدنيا المدارس الجامعات التليفونات كل شيء قصد عم بيحد من قدرتنا انه نكون ناس خلقيين انا من انا وصغيره I'm very creative يعني over creative ومن انا وصغيره بالصف وين ما يكون في creativity نحن بدنا نعمل شيء خاصه بالcreativity رفقاتي بيجوا بياخذوا مني الايدياز وانا so easily بطلعهم وما بحس انه مثلا تبعي يونيك اقل او بس no, بس it was specifically no it was specifically though about being creative يعني I wasn't necessarily وبعدني لهلا هيك وبعدني لهلا ما بحياتي مستعمله AI لو ولا شيء ولك فيديوهات ما بشوف to inspire myself بالعكس I'm the inspiration وانا برايي هالشيء مش بالغلط نحن كبني آدمين خلقنا to create صحيح خلقنا to create بدماغنا whether it's sounds whether it's ideas whether it's writing whether it's paintings whatever it is يعني ما كانت فينا هالقدرة لو ما نحن لازم نستعملها هي بس خلقنا كرمالها exactly. أنا هيك بآمن أنا في 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 دكتور مرة قال لي إنه كل شيء عم نعمله نحن وقاعدين بنسوق نحن وقاعدين بناكل نحن وقاعدين نقعد نحن وقاعدين انا روح ولا نقعد دائما قاعدين بس ما هو الانسان عنده اجرام لا يمشي صح. ولا يعني صح. عرفت البوزيشن الايديال هو المشي او الواقف او اللي رايح او اللي عم يركض صح لدرجه انه في قبيله بافريقيا ما هو ليه هالقد الدنيا كبيره كان عندهم ماسنجرز ركض لا ما نحن مسج بيركض فيها نحن حكينا هون اجت فكره الماراثون ونحن اخر مره باخر حلقه اوكي اوعى ما تحضروا هالحلقه جايز انا كنت عم اقول لدينيس انا بامن انه الوقت بحد ذاته سريع لانه نحن كنا مفروض نعمل الاشياء على اجرينا فالدنيا ابطا بتكون يعني مثلا اليوم بس بنلحق نروح نجيب اكل اليوم بس بلحق روح وصل رساله لحدا بتلحق تعمل تاسك او تاسكين بالنهار صحيح. بينما هلا كل الوقت فالوقت سريع بحد ذاته هو فيزيكلي الوقت سريع بالنسبه لبين كرييتيف وهيك فانا مثلا شخصيا كتير نيقه بمين بحضر ومين بشوف ومين ما بعرف شو بنصحكم لكل شخص مثلا هلا بالمدارس وبالجامعات ما فيك تتخرج اذا ما بتكتب اسيفي بقلبها ريفرنسز شو يعني يعني بدك تكون ملاقى المعلومة بمطرح تاني صح صح. ومش بس هيك صاروا بيقنعوك صاروا أنا على فكرة الحمد لله أنا قد ما كبيرة بالعمر تخرجت ما عزت هالشي ولا مرة thank God thank you for doing this لا لا كافي أنا ما عندي كتير حاجة وحأنسى الأسي بالصفوف الماث أنا بتذكر كان في كتير ذكي بيجي بحل الجواب بطريقته وبيجيبها صح بطريقته هو ايه بس ممنوع غلط لازم يحلها بهالطريقة ما بيقبله ممنوع ها يعني هاي كلها بس هاي ستاون سيستماتيك هاي كلها سيستمز اجباري لانه المدرسة معروفة معروفة عاملها لشو بلشنا ماتريكس فتنا ماتريكس لك هن they're prepping you to rely on AI لك هن عم بحضروك لتصير انت بحاجة لشي بدهم يبيعوك ياه اللي هو artificial intelligence ده رات ريس يعني انت رات حاضرين موفي تبع ديزني والي ايه انا حاضر راح كثير حلو شفت بس لما يطلع على الشخص اللي فيها هيومنز كيف بيقولوا هيومنز قاعدين على كرسي كلهم ما حدا بيقدر يقوم بتطير they're all fat they're all eating all this is the future this is the future هذا اللي نحن عم نوصل له شوف الروبوتس بتروح وبتجي بتجيب لهم اغراضهم وبتسوي لهم هذا جاي هالشيء تبعنا المليون الذهبي هذا هو هذا شو اللاين اللي عم ينعمل شو في باللاين يعني لا في سيارات ولا في بسكليتات شو اللاين قالوا عايشين بقلبه كل شيء بيجي على الدرون كل شيء اي اي وبنفس الوقت
هيدا عم يحطوا علينا كنترول. بدو الليزينس، بدو البليزي بيبل، ما بدو الكرياتيف ناس بدو يغيروا العالم، بدو الليزي بيبل. لما بتصير بتفكر لحالك بتصير انت مخك حر وحيات. You're a threat. انا انا بدون مزح بحس حالي I'm a living threat to the system. But that's why they kill those people. Malcolm X يعني بتحكي politically يعني they kill those people. ورا هيك شخص هن عم يقتلوا فكرة صح. بس شوف انه you're becoming powerful لازم ننهي 100%. وبنرجع على الموضوع بس كنا عم نحكي بس تذكري من كم حلقة بس كنا عم نحكي عن كانسر وقت قلنا نفس الشيء بس كل ما حد يطلع بكيو شو بدناش كيور بس انه تذكر حتى لو غلط هي هو ميت ميت صح. انا بتذكر بس هي ذكرت انه اكزام الصف انه يرفي شعر شعر انه جبته صح لي لايك واي يو دوينج ذس وصرت انا اطلع انه اس اذا بدي اجيبها صح لازم اتبع هيز فورمولا اجباري فصرت هلا خايفه مثل ما انت قلت صرت بدي اجيب علامات منيحه بدي يصير اتبع هالفورمولا اصلا السيستم كله تبع المدرسه والجامعه بيعتمد على الحفظ صح. انت ببغى حفاظ وحط هون حفاظ وحط هون صح. شو 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 في شيء وين الكرياتيفيتي بالموضوع صح ما في كرياتيفيتي اكزاكتلي exactly. وشو عم يعملوا بالتكنولوجي شو عم تعمل عم تشغل لك دماغك الريسبتورز تاعولك عم ياخذوا كثير دوبامين دوبامين كل الوقت فبيتعبوا ما بيقدروا بقى انت تركت تليفونك بالليل امتى اخر مره حلمت صح منام صح مذكر نحن وصغار قد كنا نحلم بقصص كرييتيف بتفيق انت شو هالالوان اللي عم تشوفها شو هالقصص الجديده ما بتحلم ليه لانه الريسبتورز تاعولك تعبانين ما فيك تنتبه للاحلام صح كل الوقت انت شو عم تستقبل صح you're not meant to استقبل هذا انا حتى في شغله يعني ما بعرف if it's true or لا ما بعرف بس انا هيك فكرت فيها بفتره بالوقت انه بركي we're not actually يعني لما بيجوا بيقولوا لك سياره 500 حصان او الطياره ما بعرف بركي نحن as humans عم بيصير عنا امراض ما لازم نمشي بهالسرعه اصلا thank you. لا لا ما هو هيدا الموضوع بالضبط اللي كنت عم بحكيك فيه من دقيقه اللي هو انه نحن ما مفروض نكون عم نمشي بهالسرعه that's why صار في شيء اسمه anxiety بانيك مدري مين مدري شو إيه؟ لانه نحن مفروض تكون الحياه 1 to 2 tasks a day هي هيك الحياه مفروض يمكن بالجمعه كلها تكون انت on a task لتوصل لمدري وين بالدنيا والا ليه هذا اللي فوت بالدبرشن هذا اللي فوت العالم بالدبرشن صح قطع النهار ما عملت شيء قطع النهار ما عملت شيء انا هي ماما ان شاء الله تكون عم تحضر هالحلقه انت عباره عن هالمرض هيدا هو مرضها لأمي هي بتقلك هي بتقلك المام إذا ما بتعمل 6000 شغلة بنهار واحد بتعاتب حالها صح it's a feeling وأنا هيك مثلا بس هو هيدا sometimes you have to chill يعني sometimes إنه ما مش غلط يكون وعلى فكرة مش غلط. أقرب طريق هي الكونسستنسي البطيء صحيح لأنه على البطيء عم بتفكر you know everything you're doing يعني. أنت لما بتعمل شغل يعني دايما نحن شو صار عند العالم هيدا إذا بتلاحظها منتشرة كتير 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 بدي حبة اضعف بدي حبة انصح بدي حبة كرمال هيدا بصير اسرع بدي حبة انرجي بدي حبة نام the easy way the easy way the easy fast way, way. Fast way. بينما هو صح. الحقيقة اذا انت بتعمل تاسك واحد بالنهار على مدة سنة بتصير perfect skill بينما الطريقة اللي هن عم يعلمونها it's in life يعني. Yeah, yeah. ولا صح. مرة بتوصل للي بدك اياه yep. بس بتفكر حالك انه يومان لاي اوكي نزلت مثلا نزلت 2 كيلوز ب 2 days اوكي بعد يومين بيطلع 10 ما بدكم ما بدكم ما بدهم ينا تو فوكس اون وان ثينج سو بيع سو عندك 20 تاسك 10% هون 10% اذا عقلي بحط 100% بهالشيء بفجره يعني سو ذاتس هاو ذاتس واي اتس ترو انت عم تحكي عن سكيل هلا اتس مش هقول اتس ايزي تو بيكم سكسسفول بس ام نوت سكسسفول يات يعني بس انه اي بيليف ان هالشيء انه اذا بتقول نقيت هالسكيل وركزت عليها بس هالسكيل مثل قلت لسنه السنة اللي بعدها حصير سكسسفول يعني ما ضروري تصير دغري سكسسفول بس يول بس اتليست حتكون بمطرح بتصير بمطرح تاني صح 100% لانه صرت يو ويل كرييت ا جاب ما هو وات از سكسس سكسس منه ديستنيشن اصلا بالحياه كلها ما في مطرح بتوصل له هي اتس ذا بروجرس انه انا عم بوصل عم بمشي بعدني عم بتقدم هذا هو المهم بعدين لاحظوا انه من فتره يعني امتى اخر مره صار في ايكون على القيمه ايكون بيرسون يعني شخص ايكون على القيمه امتى اخر مره مين اخر شخص مات وكان فعلا على القيمه من كم سنه من نيلسون مانديلا يمكن عن جد ما بتذكر ما بعرف حد ما بقى في قبل كانوا مور فريكوينت الاشخاص اللي على القيمه يعني هلا مين الايكونز هانا مونتانا يعني مين الايكون يا خيي انا بعرف مين
أندرو تيت. أندرو تيت. أوكي أوكي أوكي. مننفخه كلنا سوا. كلنا سوا. لا بس إنه أكيد أكيد ما إنه أن آيكون بس إنه. ما هي مش عفوت في الموضوع بس هي shifted an entire culture يعني he shifted some he يعني he did he did no he did. A lot of people shifted a lot of things. No no. He did لأنه he actually وعى ناس he broke the system بريحة. أنا وعيت من ورا حكون صريح. أنت إيه بس في ناس وعي من ورا كتير ناس تانية. I know بس عم بحكي عن هالجيل هلا نحنا بهالعمر في ناس و I don't know بس that's I believe about the matrix sure. No لأنه literally if هلا let's talk about this بس مش عم move on إن إذا وصلت لمرحلة محو من كل السوشيال ميديا ومحو من كل شيء they know how powerful he was that's all I'm gonna say محو من كل شيء ما في كتير سيلابرتيز في كتير سيلابرتيز عم بيعملوا قصص أسوأ وريب و ما بيسلطوا عليهم ضوء هالقد ولا شيء يعني عم تحكي ولا if you think about it this just this محو من كل شيء like every single like ممنوع بقى حدا يطلع اسمه virtual suicide virtual genocide هو virtual elimination هو الشغل الوحيد اللي يعني بشيل ما نفوت بموضوعه لا لا بس انه هالكلمة الشغل الوحيد اللي اخذ step عليهم فيها اللي قدر يقلع فيهم انه قال لهم if they ever said انه I killed myself they killed me مية بالمية برافو عليك هاي بالستيب حطا لهم يا it's over there يلا فرجوني هلا شو اصلا مبين عليه في كتير ناس انقتلت they loved life فا it was very obvious انه مش هني قتلوا حالهم exactly انه إلفيس بريسلي ومارلين مونرو كلهم وويتني هيوستن كلهم اوفردوز ايه سبحان الله كله اوفردوز واو بس ما هو ليه لانه اوريدي طالع السيت على الارتستس انه هن ذي دو دراجز بس حتى هيدا طبعا لينكن بارك لا بس يمكن اكيد في شيء ايه بس ما معقول كلهم لا ما معقول كلهم كل ارتست ايه انا مثل ما هو هيدا اللي عم نقوله افري سينجل ون اوف ذم وكله اوفردوز زي ما بالمية طب ما هلا في ناس ذير مور فول ذان ذم وما عم بيموتوا سبحان الله صح ليش لانه هول كان عندهم فكر لانه عم يحكوا طب مثلا في احد الممثلين شو اسمه ليام نيسون يمكن قتلوا له بنته لانه حكى ضد ناس معينين حلو ماتت بنته قال احد السياره ما في يعني حكى عن الموضوع بنفس النهار بنفس الطاقه يعني بنفس الوقت هذا القليل يعني ما في شهر شهرين قال احد السياره عرفت كيف شو الصدفه جيم كاري هو نمبر 1 هلا قلت شو صاير معه جيم كاري بنعمله مثل بلاك مان قتلوا له صاحبته وفوتوه ما خلوا معه شيء هيز ذا نمبر 1 اجينست هوليوود اجينست تحضيره هو هلا صار نمبر 1 طلعوا عليه ابشع سيت ما هو بجربوا قبل هن قبل ما يموت بيجربوا يموتوا هيز ريبيوتيشن صح هاي اهم شغله بصير الكلمه اللي هي عم بتحارب كل هذا الفكر اللي نحن عم نحكي فيه هلا هو كلمة theory انتو conspiracy theorist بس في لكم شيء لانه انا درست انا بضحك على العالم لانه بيكونوا هن fucking idiots اوكي انا درست the history of philosophy and science ما في شيء اسمه fact even the thing the scientific facts that people talk about they are not called facts scientifically you fucking idiots اوكي they are called accepted theories everything literally everything except math and physics everything even the theory of gravity اللي كانت بس وقعت التفاحة من الشجرة حتى هي المعروفة انه الصحيحة انه that's what gravity is انه everything is pulled to the center هي مقبولة هلأ غيروها صارت theory of relativity بس it was still called an accepted theory there is no such thing as fact واحد صح لانه كل شيء نحن بنستنتجه بالساينس حتى لو شيء يعني ما هو بتبلش هايبوثيسس يعني بطرق انا نظريه برجع انا بثبتها هون بتصير ثيري اكسبتد ثيري اوكي بعدين حسب كل يعني حسب نحن وين بالوقت اليوم نحن ما بقى ايه نحن لا ما في فاكت مش صعب كتير هو there is no such thing as a fact scientifically speaking there is only formal science which is math يعني هو math is something you discover not something you create هو ليش لأنه this idea I agree with you yes هو ليش لأنه يعني everything is a theory as a humans we perceive things in a certain way thank you even our perception science exactly. وصل لمطرح that says our perception is not real so over 95% of people agree انه whatever بتصير fact بتعتبر تعتبر لا, scientifically لا انه تعتبر انه universal
للناس. That's why when people disagree بيقولوا لا ما فيك disagree ما هي fact. إيه هيدي منا مزبوطة يعني هيدي. بعرف بعرف بس عم بقولهم للعالم بعرف. بس أنا شغلة. لما المنخار. هيدي حدا حكيها للقصة. لما المنخار شم ريحة. العين قالت له كذاب. ما معقول في شيء ما طبيعي. قال قام المخ بعت للعين إنه كيف المنخار شو هال شو عم بيصير؟ عم تدايني قالت له لا مش مزبوط ما في ريحة. عرفت؟ واو. عم التم قال له ماني حاس بطعمه صح. كذبوا المنخار. قام العين قالت لهم شايف شيء. قام المنخار قال لهم شو عم تحكي؟ عرفت كيف؟ واو. بس أنا فيي الحيوانات. واو. حقول لك شغلة الحيوانات الدير والهولي لك لاحظين قبل إنه ليش النمر لونه أورنج وعليش حويت سود؟ إنه ما إذا بدنا نحكي بالتطور كيف صاروا كيف مشيت الحياة ليه بده يكون شيء لونه أورنج عايش بمنطقة كلها خضار وهذا it stands out yeah it stands out for us طلع الدير بتشوف الأورنج أخضر صح واو exactly يعني نحن البرسبشن طبعاً غير البرسبشن تبع الحياة وبالتالي اكتشفوا إنه there is something faster than the speed of light of course يعني نحن بانيين كنا كل هالعمليات الحسابية light لحظة طلع في شيء أسرع نحن we only consider light as the expansion of the universe يمكن dark matter أو شيء dark matter يعني the expansion تبع الدنيا أخ this is crazy the fact that we're talking quantum physics لأنه متذكروني بأشياء كتير فخطت لي دماغي أنا بالجي لكن فخطت دماغي هلأ بس يجوا لنقول أنا نيوتن اليوم ديل أنا عندي نظرية عن ليه السماء زرقاء منيح أنا لو بعطيك 6000 سبب وال6000 سبب موجودين وفي بروف لإلهم ما بنعتبرها رحنا accept theory شو اللي بيخلينا نعتبرها accept theory إذا أنا بجي بصير شيء بالمستقبل لو ما السماء زرقاء ما بيصير ساعتها ساينس صار بيتقبل exactly so it's not like science has changed a lot of people especially بلبنان بعدنا عم نتعلم older theories like خلاص now they're guys on يلا new curriculum عجله لأنه العالم شغلة بالنسبة ل بالنسبة لا يا كوعة يا guys شو بكم شرفكم شوفي أنت تهلا شوف الكومنتس بس طلع سوري كيف هظلم والله حسنا ما بدي يلا كفوا الحديث guys please عيب ما عادش تطلعوا على إجريا خلاص انا اوريدي شايف الكومنتس اوريدي اوه شو تنوره اوه ايه بتاثر تنوره اوكي وين كنت وين كنت عم بقوله في عالم لحديت هلا مقتنعين انه كل فروت لوب لها طعمه لا وحيات there's a whole debate online انه كل حبه فروت لوبس عرفتوا انه الاخضر والازرق كل وحده طعمه اوكي انه وحده على تفاح وحده على مشمش وحده بس لونهم بيتغير هي بس لونهم مغيرين صح كلهم نفس السكر نفس الطعم يعني. بس طعم. لا بشتري فروت لوبس لانه طعمات الحفوق شوفين بس على فكره هالشي بيثبت لك قد ايه الناس انا كثير على فكره انا كنت احلم انه انه I wished انه I was blind which is crazy لانه I عن جد بآمن انا انه الناس العميان هن they experience a more authentic version of reality ايه وانه العالم قد ما بتاخده بنظره ما بتشوف لا العالم قد ما بتاخده بنظره ما بتشوف exactly انه عم بتطلع بس عقلهم يعني قالوا انا مقتنع بهالشيء بس عم بتطلع نحن انت لو شو ما قلت لي انا مقتنع يعني انا عم بشوف انه انت معك حق بس راسي مقتنع شيء ثاني فما رح صدق صح وانا بشوف قدامي نحن اعتمدنا على سنس العين كاول سنس كاحسن سنس والوحيد المعتمد صح ما جربنا يعني دائما بقول if you don't see it it's not true 100% واللي عم بيصير بالحياة عم يدعم هيدا الشيء ونمبر 1 thing is God اللي هو don't believe in God بس بشوفه بس بلشت الدنيا تتغير الدنيا وساينس وهيك بلش like هو realistically اوكي صار واضح انه عيننا بتخزلنا صحيح يعني صارت المعلومات موجودة انه ما فينا نتكل عيوننا بس بعضهم العالم اللي ما بيعرفوا يطلعوا اللي مش مسقفين اللي ما بيفهموا اللي بيقروا او ما بيقروا صح بس صح. اكبر البوبيليشن العالم هو رافض يعني بعض الناس اللي بنعرفهم
رافضين يصدقوا الوقائع لانه خلص هن مرتاحين. نرجع لموضوع العادات. هلا كان بدي احكي عن هالموضوع. انا من النوع مثلا I like choosing the hard route. انا بحب التشالنجز. انا ما بحياتي بنقي شغله لانها اهين لي, never in my life. بس most people بنقوا الشيء الاهين. هيدي مشكله, هيدا غلط. This is the generation. الله. لأنه this is the generation. يعني الحياة it created a generation that is lazy. اللي بعد منهم هي الجينيريشن اللي نزعت الدنيا. That's what I believe. أنا صراحة I believe our generation, يعني هلا بس أنا عندي أولاد, this is gonna be another turning point بالعالم. For the better. I think so. I think وقتا نحن نكبر يصير عندنا أولاد, I think حنوعى, يعني it's gonna be a different type of تربية, maybe old school more. حنرجع على ورا. It would be better. هيك قصدي. That's what I think. نحن وعيين هلا this generation. لأنه نحن كانت لا نحن غير أنت. نحن كانت the final generation before technology and with the coming of technology. جيتوا أنتوا هلا أنتوا مثل ما عم تقول من ورا your reality and your experience رح تجربوا تتفادوا هالشي مع أولادكم إن شاء الله. إن شاء الله. في واحد قال جملة. بأحد مطاعم ناس من خبره إنه good times create weak people, hard times create strong people. Strong people. وهيك بتمشي لأنه the strong people will create good times. صحيح. بعدين the good times will create weak people. فwill create هتضل هيك. And that's why في that's why the يعني countries والحياة والهيدا دائما في بنوصل للعصر الذهبي ومننزل. ننزل صحيح. وthat's why في countries بعضنا بالعصر القديم. هي نفس السايكل, هي نفس السايكل historically أول الدنيا لهلا. That's يعني في دول عربية نحن يمكن هلا بحس compared لكل الدول العربية بعدنا in terms of تقدم تكنولوجي نحن يمكن the worst the weakest. نحن المشكلة إنه مفكرين نحن كهلا نحن مفكرين حالنا صح 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 مفكرين حالنا هيك بيحكي لنا بنعرف. لا لا we're aware دايما compared للدول العربية. قالك شو بدي دايما الإنسان حالك شو أنت إذا بتقيس طولك مثلا for example بتقيس طولك وما بتقعد بتقيسه وانت قطعت ال 21 ايه قطعت صح قسته لنفترض على عمر ال 18 وبعدين قسته جيت عم بتقيسه على عمر ال 25 اكيد طولان اكيد انا طولان. الانسان دايما بيروح على بيجنح على انه انا دايما تحسنت يعني ما بيكون شيء حقيقي بس لانه مخه بده يحسسه بالساتسفاكشن فدايما بحس حاله انه لا انا صرت احسن او انا I still got it او انا عارف كيف وهو هذا الشيء قليل ليكون مظبوط يعني قليل ليكون واقعي. شرق افريكا مان بعدهم بالعصر الحجري certain countries بس هيك بدوله which is good and not good at the same time بس يعني اكيد بس حتى نحن كفل يعني يعني هذا كله العصر كله المئة سنة المئتين سنة الف سنة حتى مفكرين حالنا انه نحن خلص top of the top. طب انه كيف بعضهم عم بلاقوا قصص much more advanced من اللي عنا اياه هلا كيف انا بعدني عم لاقي شيء مش عم بفهمه اصلا ما بعرف شو هو صح ما عم بقدر افسر شو. طب نحن بكل بوجود هال يعني بيجوا بيقولوا لك انه AI هو البريك ثرو تبع العصر شو البريك ثرو تبع العصر انا عم بعطيه الداتا ايه ليه لا هو يفكر ما بعرف ايه ليه بريك ثرو نرجع للليزينس لحتى نحن ما نعمل شيء ايوه بريك ثرو شو هو بريك اس مش بريك ثرو اتس نوت ترو انه هو عنده لا اكيد منه ذس از ساينتيفيكلي انكوركت لا ما هو ليه اسمه ارتفيشال اكيد نحن عطيناه هيدا الشيء هو عنده وعي لا ما عنده وعي هيدا اللي بيبل كونفيوزد هو هذا الاي ار تشات جي بي تي اتس This is the most dangerous thing. لا أو يعني ده. شو؟ The internet said it. It's true. It's true. It can't be fake. لا لأنه عن جد بس طلعت. أنا ما كنت عم صدق شو عم بيصير. كنت بالجامعة آخر سنة. أنا كنت آخر سمستر جامعة فتت قلت وأسوأ شو بجاوبك؟ فحط كل أسئلة إكزام شو هذا؟ أس برو. انسوا ها في ناس. لوك في ناس صاروا رفقاتهم هن الـ AI. لا بقى والله العظيم مشيت من زمان هيدي this is happening مش هلا صح هيدي happening من 20 سنة in Japan ميرسي ميرسي they sell you a virtual girlfriend حق مصاري من زمان هاي من زمان مزبوط مش بس هيك وروبوتات وعياشنات روبوتات وبلا full relationship والروبوت
and they're cool with it. Well, there's apps, well, there's websites can or whatever. 2025 or 2026 has specific time for fornication with a robot. شفتها هيدي ان اوفيشال بصير فيك تعمل فورنيكيشن يعني هودي لكل البوسي هولز اللي كانت جيت اي ريل وومن ذاتس وات ذاتس فور يو ايه عادي قول بدكم اياه اخر هم منيح الله شفتيه روى شفتيه هاو ماتش دو وي هاف 60 ايه فلاف قلك شو فلاف اتس ماي تايم هلا الطور انا يا حرام نطور نطور ما فهمت يعني بدون يناموا مع الروبوت إيه لا لو بصير فيك تعمل أفشل بصير مش غلط بيوم عليك عن مورتي أنت أصدق مش ليجيب أولاد أصدق إنه بتصير legal to actually fuck a robot because right now it's illegal indecent بصير فيك بصير actually فيك إنه في عندهم الأعضاء الفيك عضو have you watched Rick and Morty اوف بحس رح يصير في كثير من كم سنه حكيوا فيها لما مورتي طلع على هيدا وشافها واشتراها صح بدون ما يقول له لذك وحبلي واو وحبلي واو سيمبسونز بخافوني خرب الدنيا خرب الدنيا ما بعرف اذا انت ما بتعرفيهم بتعرف السيمبسونز اكيد Like the stuff they did, how the fuck did how they do all of this? To this day, I'm afraid. Knowledge is not unknown. There is knowledge. But they're going to be arrogant. صح بقرروا بهالسنة سنة بدنا نعملها بدنا نشوف. هيدا اسمه psychological priming. They prime us for the future through the screens that we look at. Tell. هيدا من 100 سنة كلها معرفة. Tell a vision. شو يعني? Tell a vision. You're telling me the vision. So هي الفيجن عم بتفوت براسي وانا عم تحكي من 20 years 30 years ايه ايه scary as fuck في زمان في a theory بيسموها theory بس انا I believe it exists it has existed من زمان قولي شو كم بدي اقول شغلة بعد انه I spoke like there's people I know who are literally millionaires and they are already paying to live on another planet they don't want to live here anymore yes كف معروفة يعني ما في هول الاشخاص يلي فرزوا حالهم بدي فريز بس شو كنت عم بتقول قبل ما تنسى كنت عم بحكي على تكنولوجي هن بيقولوا انه it's a theory بس the Vatican has scrolls that it is true هلا هي ثيوري حقيقيه انه انت لما نحن بنطلع على كوكب تاني عم نشوفه بالماضي تبعه اكيد اوكي اكيد سو هيدي السكرولز اللي موجودين لا توصل لنظرك صح اكزاكتلي سو هول السكرولز اللي احنا عم بنشوفهم بالفاتيكان في ما بعرف اذا حقيقه او لا الموضوع ولا انا they had a machine that could show you that could take show you back in time يعني It's like a television machine بتفرجيك شو صار من قبل ويقال انه دافنشي كان عنده السكرولز وعمله وما بعرف شو هي لوكت ات وات هابند وذ كرايست وما بعرف شو ومدونه بالفاتيكان موجوده الخبريه هيك بيقولوا بس انا ليش لانه ليش عم اقول انه ممكن تكون مزبوطه لانه لما نحن عم نحكي انه اوكي انا لما عم بطلع على they found city lights on some planet by the way بس هن هول كم لايت ييرز بعيد exactly. ممكن يكونوا ماتوا صح يكون تغير وصار شيء تاني كليا صح فممكن يكون في تكنولوجي انه نحن ما بعرف بعتنا شيء لمطرح وصار يطلع علينا فشفنا الماضي شور وباي ذا واي ساوندز اذا ما بتعرفوا ساوندز لما حيالله صوت بيطلع من حيالله كوكب ما بينتهي بضل رايح ما بينتهي. في مطرح عم يعلق باخر اليونيفرس عم يعلق هول الاصوات او اقصى يعني الدارك ما بيوصل للدارك ما 100% ففي شيء اذا في عنا شيء يسمع هالقد فينا نسمع ذا باست صح انا قريت انه thought experiment يعني انه if someone were to go to whatever Mars or whatever يقعد مثلا 5 سنين اوكي بيرجع هو بيكون تقريبا نفس العمر ونحن بنكون كثير ختيارنا وهيدي اتس يعني accepted theory وهو التايم اللي نحن موجود عنا على الساعة doesn't exist لا أنا نحن اخترعناه لينير هيدا حكينا يا ريتك حضرت الحلقة اللي عملناها حكينا عن الوقت الوقت بحد ذاته قبل آخر واحدة يعني قبل حلقة مارينا نسيت ما أعرف هلأ منشوف بس أنه الوقت صح كيتو عن تأثير الوقت أنه أنا لأني أنا معيش حالي بهيدي اللوب على الأد بس هيك عم بكبر اسرع عم يقطع وقتي اسرع وفهمي للدنيا محدود بان اكسس اللي هي واي انا حاليا حاطط حالي بهالمطرح وهو الوقت انتبه تفكر بالساعه اوكي الساعه بس بتبرم هيك
Exactly. Those are not the only dimensions in the world. Exactly. Okay. المفروض الساعة تكون شيء خرافي فيه شيء ست سبعة dimensions. عرفت كيف؟ ف it's all a lie. ولا ليش الزلحفة؟ هيدا لحتى شو تشتغل أنت من 8 الصبح للخمسة؟ لأن الزلحفة عايشة ألف سنة. Thank you. ومشي لاحظ مشيتها للزلحفة عايشة ألف سنة بس كيف مشيتها؟ مرسي. هيدا البروف اللي نحن كنا نحكي لأن نحن كنا نحكي إنه نحن أنا بآمن من زمان. كنا عن جد نعيش 900 سنة وشو اللي خلينا نصير نعيش 90 هيدا اللي حكينا فيه وسرعة الوقت هيدي هي نهاية الحلقة لليوم جايز يعطيكم العافية إلا إذا بتقولوا بعد really شيء أول شيء أنا بقرر أمتين نحن نخص حلقة okay. وهلا خلص الحلقة جايز لا, لا 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 أنا بدفع تفضل تفضل هلا خلصت الحلقة جايز هلا أوفيشلي خلصت الحلقة قبل كانوا فيك بس هلا خلصت الحلقة Thank you guys for watching بلوت Thank you so much for having me guys Miss Dodo شاشي اونلاين تريك عسيفي كومبليشن ما صدقتيني يلا روحي كبسة اكسنت بس الكبسة بس الكبسة love them